السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بعد ما عملنا كاستمايزيشن للموديل ادمين بتاعنا، حنبدأ نشرح بعد الكونسبت اللي احنا حنمشي عليها في المشروع ده. طيب، من اهم الكونسبت او الاشياء او المفاهيم اللي احنا هنمشي عليها او القائم عليه اغلب المشروع هو مفهوم الكراد. طيب، يعني شنو كراد؟ بمعنى create, retrieve, update and delete. اوكي، طيب خلينا نشوف مفهوم الكراد في الويكيبيديا. هنلقى اللينك ده موجود تحت الديسكريبشن، في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب، قلنا كراد بمعنى create, read or retrieve, update and delete. طيب، المفهوم ده هو شائع ومستخدم في اي ابلكيشن، سواء كان ويب ابلكيشن او ديسكتوب ابلكيشن او فون ابلكيشن بيتعامل مع الداتابيس، بتلقى فيه المفاهيم دي. طيب، المفاهيم دي هي شنو بالضبط؟ كرييت بمعنى عندنا في الموديل ادمين بتاعنا هنا هي بمعنى اد، زي ما شايفين في اللينك بوست سلاش اد بمعنى انشاء او كرييت. اوكي، بعد كده عندنا مفهوم الابديت، بنشوف نلقى بوست سم نمبر بعد ذاك تشينج اللي هو بمعنى ابديت او تعديل. في الديليت نلقى بوست سلاش سم نمبر بعد ذاك ديليت. اوكي، ده اللي هي الميثود الخاصه بالديليت. كمان بالنسبه للريتريف، لو نخش على البوست، هي اي نعم حاليا هنا عندنا ابديت، كمان هي بتعمل ريد او تدينا الديتيلز بتاعت البوست بتاعتنا. طيب، خلينا ننزل تحت. بالنسبه للداتابيس ابلكيشن، بنشوف عندنا الاوبريشن بتاعتنا، قلناها كرييت ريد ابديت ديليت. بعد ذاك عندنا الاس كيو ال كوماند الموازي ليها انسيرت بمعنى كرييت، بعد ذاك ريد اللي هو سيلكت وتحديد، الكلام ده هو الموازي له في الاس كيو ال، بعد ذاك ابديت ابديت وديليت ديليت. كمان عندنا الميثود بتاعتنا الخاصه بال اتش تي تي بي، لما نجي نتعامل مع الفورمز كان بنتعامل مع حاجه اسمها بوست. اغلب الناس عارفه البوست هي شنو، especially الناس اللي شغاله على بي اتش بي والبوت. اوكي، والجيت و الجيت هي بالنسبه للريد. اوكي، عداك عندنا في الابديت عندنا حاجه اسمها البوست، وغالبا تستعمل الباتش، وعندنا الديليت. هي دي اغلب المفاهيم اللي احنا هنعملها. طيب، بالنسبه للجانجو هنعمل الكلام ده عن طريق الفيوز، ملف الفيوز بتاعنا اللي هو بيعمل كنترول وكرييت بصوره سيفلي لكل الحاجات دي. تمام، طيب كمان عندنا البيرميشن، بمعنى مين يعمل كرييت، مين يعمل ابديت، ومين يعمل ديليت. بالنسبه للريد فنحن محتاجين بيرميشن، لانه اي شخص مفترض يشوف البوست بتاعتنا. طيب، زي ما قلنا هو ده المفهوم الشائع المستخدم في اغلب الابلكيشن الشائع حاليا زي الفيسبوك وتويتر والانستغرام والكلام ده. طيب، لحد هنا نقول لكم السلام عليكم، نلتقي ان شاء الله في الدرس القادم. create your first view.